le terrain scientifique, c'est la partie pour les deux terrains de المناسبة بمناسبة عيد العرش وفي إطار النظرة الاستراتيجية ولا الخطة الاستراتيجية للمجلس البلدي اللي نحرو اللي كتنقسم على ثلاثة خطط وهي الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق البيئي. اليوم انطلقنا بما هو الشق الاجتماعي، خصصنا جوج الملاعب القرب للمساحة ديالهم 80 على 40 على 20 متر، يعني جوج الملاعب القرب بتكلفة ديال 800,000 درهم للملعب، وفي نفس الوقت تم تدشين ديال المركب الداخلة أو وضع ولا انطلاق اشغال ملعب داخله بما يخص العشب ديالو، وما يخص واحد المضمار ديال العاب القوى اللي كيتكون من خمس مدامير ديال السباق اللي غادي يعطي واحد الاضافه للمنطقه والفروق الرياضيه، سواء فروق سواء مدارس رياضيه بالمنطقه سواء الفروق كذلك ولا الجمعيات اللي كتهتم بالمجال ديال العاب القوى. التكلفه هو شراكه ما بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمجلس البلدي والشباب مجلس البلدي عين حروده ووزاره الشباب والرياضه.